وفي ملف الانتخابات أيضا، قالت مصادر مطلعة أن النائب هيبة الحلبوسي يستغل نفوذه ومنصب وبدعم من رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي لممارسة عمليات الإقصاء والترهيب على المرشحين في جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار. وأوضحت المصادر أن النائب هيبة الحلبوسي أقدم على طرد مدير الوقف السني في الخالدية فيصل الشمري من منصبه، وتم طرد مدير بلدية الحبانية عادل شحود المحمدي بسبب رفضهم الترويج لقائمة التقدم، لافتا إلى أن هناك ضغط على عشائر المنطقة والمدراء الجدد بالوقوف معه مقابل تسليم الدوائر، علما أن هيبة الحلبوسي أوعز باعتقال أحد وجهاء عشيرة البومرعي عماد ياسين المرعاوي بتهمة كيدية على غرار حادثة فضيحة بابل.